My thoughts are that ما أظنه we في الحقيقة thought هو أننا ظننا that Ajax achieved ظننا a certain level أياكس بلغ مستوى معين من النضج and they didn't. ولكن ذلك كان خاطئا. أبرزوا في الشوط الثاني بكل وضوح بأنه لا يزال هناك مجال لتحسين ذلك وأن هناك سذاجة كروية في هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين الشبان. وربما أظن بأن فلسفة الفريق ربما خسرت أمام الاستراتيجية القوية لتوتنهام. الفلسفة الكروية أبلغت أياكس هذا المركز العالي بلعب كرة قدم جميلة جدا وبلوغ مراحل متقدمة جدا بقدم ونصف في النهائي، ولكن ذلك لم يكن كافيا. ثم الاستراتيجية الواقعية فازت. بلينت لم يتمكن من إيقاف لورينتي، كذلك الخط الدفاعي لم يتمكن من إيقاف الكرات الطويلة في نهاية الأمر. لورينتي كذلك وترويضه للكرة بالصدر بظهره للمرمى كان حل كل شيء. ثم الاستراتيجية هي التي هزمت الفلسفة الكروية، ولكن في نهاية الأمر بالنسبة لنا وبالنسبة لكل من هو خلف الكاميرات ومن يتابع أمام التلفاز، كما قلنا مباراتان رائعتان، ليلتان استثنائيتان لكرة القدم الأوروبية، وهذا رائع فعلا. هذا درس يأتي لنا في الحياة قادما من عالم كرة القدم، لا شيء مستحيل. أظن في الحقيقة بأن الاستراتيجية كما ذكرنا منذ حين، وذلك اعتمادا على نقاط ضعف أياكس، هذا ما مكن توتنهام من الترشح. وظننا كذلك بأنهم جاهزون لتخطي نقاط ضعفهم وإخفائها ربما أياكس، وأن يكونوا أقوى مما هم على حقيقتهم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، لم ينجحوا في إخفاء نقاط ضعفهم، وكذلك فقدوا بعض السيطرة على المستوى الذهني لأنهم تعرضوا لوضعية ضغط قوية، حيث أن بلينت كان في مركز مختلف وكان هناك تغييرات. كذلك قبلوا الهدف الأول بعد انتقال سريع من مخالفة، وفي العديد من المرات الخط الدفاعي المكون بأربعة لاعبين لم يكن متقاربا متماسكا، وكان كذلك المستوى منخفضا في منطقتهم، وتوتنهام فرض على أياكس أن يكون منخفضا، وبعد ذلك يكون هناك وقت لإصعاد الخط ربما، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. كان يمكن تخطي فعلا هذه الصعوبات، أياكس لم يفعل ذلك، وأنا لم أحس بكل صراحة أن هناك قيادية وأن هناك خبرة وأن هناك جاهزية للتأقلم. كانت مفاجأة لنا، كنا جميعا نتابع المباراة ونقول لأنفسنا أن الأمر لم ينتهي وكل شيء ممكن، وتعلمنا درسا كبيرا بالأمس، ولكننا جميعا بصراحة ظننا أن الأمر انتهى وأنه سيكون من الصعب جدا أن يترشح توتنهام. ولكن بعد الهدف الثاني، هدف التعديل لتوتنهام، كانت المباراة مفتوحة على مصراعيها فعلا، و كان يمكن أن نرى زياتش كذلك الذي كان يمكن أن ينهي المباراة بكرة على العارضة، وكان يمكن أن نتحدث عن كثير من الأشياء، ولكن يمكن أن نتحدث عن أياكس الذي لم يتمكن من التأقلم مع طريقة لعب توتنهام في الشوط الثاني. أظن في الحقيقة بأنهم لم يدرسوا المباراة دفاعيا بشكل جيد، لأن لورينتي كان يبحث عن بلينت، والكرة كانت أخطر بكثير عندما تكون عمودية. الكرة كانت دائما ما تأتي من فيرتونغن. إذا كنت أنا مهاجما لأياكس في تلك اللحظة، أفضل دائما وأختار دائما أن أكون أقرب من فيرتونغن بدلا من ألدرفايلد. أفضل الضغط على فيرتونغن وجعل الكرة تذهب إلى ألدرفايلد. ألدرفايلد لو لعب لعبا مباشرا فإنه سيلعب كرة مباشرة، وهذا يغير كل شيء. لذا بكل صراحة أنا أظن هذا يؤلمني كثيرا في الحقيقة، لا أريد أن أقول الأمر بهذه الطريقة، ولكن أريد فعلا أن أعطي 99% من الاعتراف لدن هاك والعمل الكبير الذي قام به مع هذا الفريق كمدرب، ولكن يجب أن أنتقده في 1%، وأكون صريحا، وأظن بأن هذا الشوط الثاني لهذه المباراة كان من المفروض أن يقدم أفضل مما رأيناه كمدرب. هناك مباريات ترفض فيها اللعب، نعم هناك مباريات تكون فيها سيئا، ولكن هناك مباريات تكون فيها ممتازا، وأياكس في الشوط الثاني كان يحتاج لأن يلعب بشكل أفضل بكثير، ولكنه لم يغير أشياء كثيرة ولم يكن جيد.